واهلا وسهلا ومرحبا. هذه فكرة كسرت بالغلط، فكرة اخترت على بالي ماينكرافت. طبعا اي افكار ابداعية تطلع دائما في ماينكرافت، ما اعرف ليش. فالحين الخطة اني اسوي جزيرة عائمة. شو الجزيرة العائمة مالي؟ الجزيرة العائمة يعني جزيرة في الهواء. شوفوا انا وين ارويكم، قاعد احط اساس للجزيرة. الحين ابى اسوي هني شلال، نسوي قرية صغيرة، نسوي بعض الأمور كاملة مرة، نسوي فيها شير، أبى أحط فيليجرز. أظن أقدر أحط في الكرياتيف فيليجرز بعد، صح؟ إنزين بحط فيليجرز، ومشروع بيكون كبير شوي. ها مشروع الجزيرة العايمة بيكون، مشروع الجزيرة العايمة بيكون مشروع جميل. جزيرة في الهواء، بشبكة في اليبال، بشبكة هي في الجبال كلها، بسوي له جسور، بسوي له نهر، وبسوي تحت بحيرة. يعني اسوي هني نهر وتحت بحيرة تستقبل النهر هذا كله، وتحت غابات، وبسوي مكان نتزلج فيه، مش نتزلج، والحراء نفس شلال نطيح لين تحت اذا بغينا، نسوي قوارب، نسوي هاي الامور. طبعا هاي السلسلة غير عن ثانية، ثانية كانت سيرفايفل، هاي كرياتيف. شوي في فرق، يعني شويتين مش شوي. ابى من صوب واحد سيل تكون من هالصوب، من هالصوب لا تكون عشوائيه شوي. الجزيره يبالها شغل صراحه، يبالها شغل وايد. اللي انا ببالي يكون يبالها شغل وايد. ابى قطعة من الجزيره طالع البرع، هني البيت مال الزعيم، بيتي انا طبعا، يعني بيكون في اخر الجزيره، عبارة عن جزيرة صغيرة بروحها، ما حد يسوي لي ازعاج. في غرفة الامراء هاي هني بتكون بيوت صغيرة، ما اعرف اذا بكبرها اكثر. بس الحين الخطة لحظة تكون بتكون من زجاج على ما اتصور، اني اشوف كل شيء بيكون بيوت صغيرون. كل البيوت اللي هني بتكون شو، بيوت صغيرة. اللي هني منظر الغروب، شوفوه في زومبيز الحين اكيد. شوي مسخت الورد، انا خليته عود ضخم على اساس يناسب. شوفوا لافا، لازم نجيب لافا من فوق عشان يبين ينور المكان. في لافا تحت، هذا لافا يا حبيبي. انا وايد بعيد، لحظه، انا كنت اعرف اني بعيد لكن هذا وايد بعيد، وايد بعيد. لحظة، في عندي لافا، لافا بيكون هني، هذا ماجما بلوك صح، بيكون هذا بينزل لافا. لا نسيت اللي تنزل لافا وينها، اي واحدة كانت تنزل لافا، بحصلها لكم بعدين، مو مشكلة، عادي مو مشكلة. بحسب نزل لافا كانت موجودة على ما اذكر، انا كانت موجودة. سيف تول بار وذ كنترول 6 نو سادل نو والتي ان تي ما نبغى، بدري كله بدري. في سراير، في شباري، في بلاوي، كريبر هد خيبة هد. ليش حد يبي يحطي راس تزنت نايس. شوفوا الجزيرة من فوق، من تحت بحطيها انا رمل عقب بعد درت، بتكون عايمة ما يستوي كلها طابوق. بس انا بغيت اساس الجزيرة طابوق على اساس، لحظة اوكي، انا اظن الكيبورد مالي اخترب من كثر ما. ليش طالعي لي زومبي هني؟ سؤال، ليش طالعي لي زومبي في جزيرتي؟ ما بقول شيء، ما بقول شيء. الحين بيجيني بعدها. زين إذا أحط ليتات، طالعين في جزيرتي والله، يعني ما يستحون. لحظة، يبالي
مزعجين حشرتهم مدن يا الصراحة، حشرتهم مزعجة. ما في عندي هذا هني، قاعد أدور عليه من الصبح. مرة ما ذبحهم وشت، ليش طالعين في جزيرتي؟ سؤال، ليش طالعين في جزيرتي؟ ها هني السؤال الصحيح، يعني طالعين في جزيرتي مسوي لي حشرة من الحلقة الأولى. كم 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 أيو ما أكثرهم، يبالي الليتات والله ما يخلصون. انزين الحين لو احط ليتات يسوون سبون، بتشوف بحط ليتات. خلنا نكمل غرفتي، خلهم برايهم بسحب عليهم، بيطلع النهار بيحترقون. يعني ازعاج اخصم ما تخيلون. خلنا نكمل غرفة الزعيم. خلينا نجرب شيء، انا بخبركم شو الشيء نجرب. ها هني اللابة تكون، شوفوا اللابة باكت بيكن حلو، ما نبى الراس طبعا. البيكن اذا حطيته تحت بينور فوق، ما اظن يعني، بس خلنا نشوف. هي الارض منوره، لان هني كله بيكون رمل، بس ابى الجزيرة منورة من تحت، ابى اللي تشوفه من تحت تكون منورة. هاي خطة، الخطة الجهنمية. ابغى اغطيه برمل عقب، ما عليه، من على الجوانب. وتكون الجزيرة اساسا لازم تكون شو، عبارة عن رمل صح، من شغلات طبيعية نسويها. فالامور الطبيعية بأحطيها، أخطيها بشو؟ برملة، عسب تبين أن التضاريس هاي طبيعية كأنها جزء من اللعبة، بس شو طايرة في الهواء. في طريقة ثانية سهلة بعد ممكن نسويها، ناخذ النيبل ونقصها، بس أنا بغيتها وين؟ وسط الجبال كلها، ما بغيت يكون على جنب، أساس أني شو أسوي في المستقبل. ممكن أمده في جبل ثاني وأسوي من الجبل خطة، تسوي لحشرة تراهم، بس لسبب ما صوت ماينكرافت من الأصوات اللي ما تطلع. أتصور هنا شوفوا جالس يطلع بودزل جرانيت كورس ديرت، ديرت عادي، ما أبغى كورس ديرت، أبغى ديرت عادي، ما بحتاج هذا، ما بحتاج هذا مؤقتا الحين، بس بشوف كيف شكل الجزيرة على أساس شو نسوي. نسوي جزيرة، تكون من بعيد تبين صحيحة، ما تبين فيك. قلت لكم يبالها شغل وايد، بس هذا يمكن من اخر التفاصيل اللي بشتغل عليها، مش الحين. الحين 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 بشتغل على شغلات ثانية، بس اوكي. في نور خفيف، مش نور ثقيل في الوسط عندي، انا ما عندي بيكن، عندي بس مش وايد. شوفوا هاي خطة حلوة وايد ترى، اساس ينور المكان، اذا نور شي جميل. شوف لا ما بينور في الوسط، ما بينور، لا صعب ينور في الوسط، بس انا مش عايب انه وضع الزومبيز جالس يدخلون بالجزيرة، بالذات قاعدين في غرفتي. ليش قاعدين في غرفتي؟ يعني انتم ما حصلتوا مكان الا غرفتي انا يعني. ها كم 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 ابا عق، انا ما بذبحه، شكرا، انت تعال جامبو.
رامبو. هذا هذا صغير الخايز تعال مو داني هذا ريس بطنا جامبو. وين وصل؟ طاح انفجر مسكين فجر. هاد دري ليش ليش فيه هني؟ يعني انا مو بالجزيرة العام الوحيدة يعني؟ ليش تزعلني؟ ليش ليش تزعلني يا اخي؟ ولا اقول بنعتبره هذا امتداد يعني انه طاح من الجزيرة. هذا بنقول عقب بعدين لو بعدين ولا عقب واحد فيهم يعني، بس بنسوي شيء يعني. سوبي الجزيرة هني مثلا. لحظة انا بخبركم. هذا ماي ووتر. انزين يعني يكون شو يكون عندنا هني؟ هذا يكون ديرت دايركت. هذا ما يكون شو اسمه، هذا يكون ديرت هني الامتداد. زين بشرح لكم الحين صوب دقيقة، لأن بنزرع شير الحين. جزيرة العايمة والله يتني الفكرة هاي، ولازم أسوي الصراحة. وهذا ما بيكون نفس ارتفاع الجزيرة هناك، لا بيكون أقل. شوفوا شوفوا اه اوكي كيف عندنا غلطة. شوفوا هذا اساس الجزيرة من تحت، انا بشتغل عليه بروحي عقب برايكم المنتج النهائي، بس خلكم معي في هاي. انزين الجزيرة العايمة كان في واحدة من عجائب الدنيا تقريبا اسمها الجزيرة شو العايمة، فعجيب ان نرد نجسد الصورة تي قرية صغيرة فيها فيليجرز طيبين وما لها نالك وساكنين، وعندهم حديقة صغيرة. شوفوا هني الحديقة، هي احترقوا خياسين عندي. طبعا دائما بيكون في شيرة بروحه اخر شيء، ناس تكتب عندها ذكرياتها والدنيا. انا ملعوزني الكنترول هذا. زين ناس تكتب ذكرياتها وهاي الامور، فبتكون الشيرة هاي هني طالعة بالطريقة هاي هني بروحه. ايوه تعال براويكم الحين كيف حطي عندها كرسي، ناس تكتب ذكرياتها الى ما ادري منو منو مع التحية. شوفوا شوفوا هذي والله انها خطة صراحة، خطة الجزيرة هاي خطة دبلوماسية. هم سوي لي ازعاج على فكرة اكثر منهم خوفين. لو انتو في الجيم اللي هناك سيرفايفل كنت بزيغ منكم الحين. شو الأزمة في حياتي؟ كنت ميت من زمان لو كنت في السيرفايفل. زين ونبى نغرس شجر دارك اوك جنجل هناك. دارك اوك بخليه بروحه. لحظة هذا ديد بوش. لا زين دارك اوك بيكون هني بروحه. دارك اوك بيكون مرة في راس الجزيرة هني، عبارة عن ثلاث شجرات ولا اكثر. هاي رمزية للجزيرة. اوكي اساس يكون نفس الشكل. شوفوا حطه في الوسط هني، هذا بيكون هني مجرى الماء الثاني.
ما اعرف اذا بنزله من الجزيره هني. طبعا لا ما بنزله, بيكون خطر اصلا, فما ينفع ننزله. ما نبي دركوك برايا طول البطره. يعني من تحت بيكون شكلها شيء نفسي, تبين انها طالعة من الارض تي منزوعة نزعي. براويكم سامبل من اللي بسويه على اساس تعرفون, بس ابى اللي يزيره من تحت منورة. ابى ادور طريقة, يمكن احط التورج شيء ما اعرف, بشوف. لان هاي اللانترن اللي حطيناهم تو اظني ما منهم فايدة, شو بيستي فيهم بيتغطون بيروحون فيها. باي باي. انزين عندكم مش لازم تنغطي كلها على فكرة يعني. لانه بنزل له تحت اصلا, فالتعبئة هاي تحرق وقت. بحاول اختصر الوقت, وبعدين يمكن اسوي غرف تحت الارض على فكرة افكرها. فتسوكي اظني تسوكي, بس اظن البومكن لانتر اللي شفته بيكون وايد حلو اذا اضيفه هنا, ما يبين من بعيد احلى من اني اضيف بومكن لانتر. بيكون مكانا ما هنا صح؟ هذا ما ابغى, هذا بومكن لانتر. خلنا نشوف وين دمج هني. لازم مكان يجلس عليه. ما يستوي بالعكس, ما منه فايدة. برايكم الشكل, الشكل اهم شيء يبين. شوفوا كيف شكل الحين, جميل جميل. طبعا هنا بنسوي ممشى, بخبركم الحين شو ترتيب الممشى. شوف الحين بعق ماي تراك بتغرق, لا تسوي لي فيها بطل. هالاوك تري مفروض يكبر على فكرة. زين, وهذا الدرب مفروض يكون مية مية وينقسم وين هني. مضايقني, قم قم برع برع, خليتني ادمر الجزيرة. ونجيب منبع الماي هني. شوفوا عادي بنزيد حبة ما يستوي صح, حبتين. زين بحط حبة هني, هذا ما خليه هني منبع ماي أساسي. بعده يبالا تدف قوي. ايوه ايوه هذا هو الكلام, شلال سمائي, شلال من السماء. انتم مشكلة عادي نحط لك منبع هني, بس انت ما ينفع تكون نازل, انت لازم تكون ماي مرتفع. ماي هذا لازم يكون مرتفع, حتى انت لازم تكون مرتفع. اخر شيء تنزل بس مو مشكلة. يعني لوين بينزل؟ شوف
شوف شلال من السماء ياي يا ويلي يا ويلي. هني ينفع اخش داخل شو؟ لحظة لحظة اوكي بالطريقة هاي بس ينور في الليل شوي اظن بينور ما في كفاية خليه الليل بعرف ما ادري اذا بتشوفه اصلا من فوق هاي اللي منورين الحين شو ايها الماء مني قادم نقدر نسوي سحاب نقدر نسوي بلاوي هذه الحلقة هي بوقفة هني الحلقة هي بوقفة هني ان شاء الله الحلقة الجاية بنكمل باذن الله.